أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25، مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب. أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ زي حضرتك، عامل إيه؟ مشكور ربنا. عاوز حضرتك بقى تحكي لي عن تعب ابنك. بيتر ابني اكتشفت إنه مريض من 2004، مرض مزمن اسمه أنيميا البحر المتوسط، محتاج زرع نخاع عظم. بعد الأول ازاي اكتشفت ان هو تعبان؟ اكتشفت واخد الحقنة السنة ونص التطعيم. رحت بيه الدكتور بطنة، قال لي الولد سليم زي الفل بس شكله مسفر، محتاج دكتور أمراض دم، ربما يكون محتاج نقل دم، عنده أنيميا. ده يعني ده الاقتراح الأولي يعني. تحب احاول لك تقول دكتور سيبني انا هصاره بطريقتي. اخدته ورحت بيه معهد ناصر، كشفنا عليه طلع عنده حاجة اسمها ثلاسيميا بلغة الطب، أنيميا البحر المتوسط، محتاج زرع نخاع عظمي. فمن 2004 بحاول أعمل الإجراء دون
بكره بعد ما فيش ما جاذبش بابنك. لما جاذبت ابني طلع ان ابني فعلا محتاج يعمل زرع نخاع عظمي مع توافق مع اخوه ابنه الاصغر. عملت له تحاليل في 18 يناير 2017 طلع ان اخوه الاصغر متوافق معاه 100% يديله نخاع. بعد 13 سنه معاناه مع الطب مش عايزين ياخدوا الاجراء الصح. فنشكر ربنا لقيت اخوه الصغير اللي هو اصغر منه بسنه على طول ينفع يديله نخاع عظمي. ابتديت اعمل اول خطوه في معهد ناصر وسلمت الورق وفتحوا بيه ملف هناك. العمليه بتكلف حوالي 140 الف جنيه. التامين الصحي اخره 75 الف جنيه. اتكلمت مع الدكتور قال لي من الاخر يا اما تاخد دورك انتظار سنتين. ده سنتين من دلوقتي ولا من 2014؟ من دلوقتي تاني. قلت له حضرتك ازاي انت بتعاقبني ان انا ابني اتاخر 13 سنه دهوره وجاي دلوقتي عايز تاجله تاني سنتين تحت الانتظار. وانا عايز اقول ان هو من 2004 لغايه 2014 هو كان بينقل دم على طول. الدم على طول كل شهر بياخد 4 كاس دم. ده اللي هي بتبقى الحقنه في البطن. لا دم عادي عن طريق الوريد. عن طريق الوريد. عشان خاطر الدم كرات الدم الحمراء بتتكاثر. ثم الحديد عنده عالي بيكسر كرات الدم الحمراء. كان بياخد دم كل شهر 4 اكياس لحد يوم الاثنين اللي فات ده نقل له 4 اكياس. لان هو كل ما بيكبر بيحتاج كميه دم اكبر. الاول هو صغنن كان بياخد كيسين كل 60 يوم. لما دخل مرحله الاعداديه بياخد 4 في الشهر. يعني بياخد دم اكتر. فالدكتور لما قال لي هتاخد سنتين انتظار ازاي سنتين انتظار وانتوا بتحاسبوني على 13 سنه ضاعوا. فقال لي طب بص عايز تعملها نقدا على حسابك هتكلف حوالي 160 180 الف جنيه لو عايز تهرب من التامين الصحي. قلت له انا هجيب منين المبلغ ده؟ رد عليا قال لي الجمعيات بتاعتكم الاستاذه فلانه بتاعت التلفزيون في قناه من القنوات يعني بعت لها الحاله تقصد؟ ما حدش رد عليا منهم. فروحت بعدها بيومين قابلت دكتور تاني قال لي بص العمليه هتكلف من 130 140 الف جنيه التامين الصحي 75 الف جنيه نفس الكلام نفس الكلام. شوف كمان ما هو لو كمان استنينا بعد سنتين اعتقد قيمه العمليه هتبقى اغلى من كده. بتغلى والتامين الصحي هيبقى هو ده الرقم بتاعه ال 75 الف اخر 75 تعاقد. فالحقنه الاي تي جي دي كل شويه بتغلى دلوقتي وصلت ثمنها الحقنه الواحده 3500. دي اللي هي بياخدها امتى الحقنه دي؟ ساعه ما العيال يخش ياخد يخش زرع النخاع. فالدكتور قال لي قبل العمليه يعني قال لي تجهيز قبل العمليه تجهيز تقريبا تجهيز. فقال لي بص اعمل حسابك ابنك حسب وزنه هياخد حوالي 40 امبول او 33 امبول في 3.5 3500. ياه. قلت له دكتور انا اجيب مين؟ قال لي اتصرف. راح نادى للسكرتاريه قال لها يا امنيه يا امنيه شوفي لي كام حاله من سن الولد من سنه تحت كاميرا النظر. قالت له يا دكتور حوالي 20 حاله. يعني جبت الرقم 21. 20 حاله بقى دي تبقى على مدار قد ايه يخلصوا؟ ما هو اللي بيروح للدكتور بره بيخلص كل حاجه. ورحت له عيادته بره وما رحبش بيا ما اعرفش ايه السر. يعني رحت له عيادته بره عشان يسهل معايا الموضوع ما عملش معايا حاجه. جيت بقى زعلان وتعبان نفسيا. فهو المفروض بيتر دلوقتي يخش معهد ناصر. اول خطوه عملتها له جبت له من الشيك ابو 20000 جنيه تامين صحي. خد منه عينه من الكبد عينه ميه من على الكبد. دي عشان ايه؟ عشان اول ده اول حاجه للعمليه. يعني نقول اول مراحل انك انت بتجهزه للعمليه. بنجهزه للعمليه اللي هو الشيك الاولاني ابو 20000 جنيه من التامين الصحي. ايوه. رحت جبته لهم وخدوا مني في معهد ناصر وخدوا منه عينه الكبد والتحاليل اللازمه. طب يا استاذه الشيك ابو 55000 الثاني؟ قالت لي هنتصل بيك بالتليفون نقول لك تعالى خد تقرير طبي تروح تجيب بيه المبلغ المتبقي اللي هو 55000 جنيه. ده بيبقى في خلال قد ايه طيب الكلام ده؟ يعني في خلال 3 اشهر شهرين حسب ما المكان يفضى عندنا في المستشفى حسب الحالات السرير اللي ياخده. فطبعا يعني انا المبلغ المطلوب مني ده صعب جدا اجيبه منين؟ صعب صعب. قلت له يا دكتور انا لو عملت كارد من البنك بمرتبي انا فاضل 12 سنه خدمه هطلع معاش مش هيديني المبلغ اللي انت عايزه ده. انت بتطالب مني بحوالي 40000 جنيه. قال لي اتصرف اتصرف. قلت له حاول حضرتك هتصرف. فبعت بقى ايه البرنامج اين انت مشكورا رد عليا ورحبوا بيا وكده يعني. فالحمد لله نشكر ربنا يعني الموضوع هيمشي اهو. هيبتدي يمشي بمجرد ان ابتديت تشوف كارد بتشوف التامين الصحي مع الخطوات الثانيه مع الدكتور وبرنامج اين انت. فنشكر ربنا يعني يعني طبعا هنمشي فيها اهوت بس منتظر بقى ايه تليفون من المستشفى ان انا اروح اجيب الشيك الاخيره ب 55000 جنيه لو بقيت الحق العمليه. تمام.
فطبعا الدكتور بيقول لي يعني ظبط امورك، شوف المبلغ اللي هتحطه انت من جيبك حق الحقن. طب يا دكتور دي تقرير طبي عشان لما اروح اطلب من الجامعات لا تساعدني تبعي الكنائس بتاعتي يديك حتى روشته مرضيش انا محتاج عشان العمليه، قال لي ما بديش حاجه اسمها تقرير خارجي. طب امال المفروض بتجيبها ازاي؟ التقرير اللي معاك ده هو اللي تشتغل بيه. قلت له بس حضرتك ده تقرير انت بتخاطب بيه الهيئه العامه للتامين الصحي اللي هتديك ال 75000 جنيه. طب المبلغ الثاني انا عايز تقرير بالتوتال كله، العمليه كذا تشخيص الولد الاول والعمليه كذا تامين صحي كذا وانا هجيب كذا على حسابي انا. قال لي ما بديش تقرير طبي خارجي. طيب هي الناس في الحالات دي بتجيب الحقنه منين؟ الحقنه دي بقى هم بقى بيقول لي يعني ديك اسمها تروح تشتريها انت، وفعلا جبت اسم الشركه واحد اسمه استاذ محمد طلبة، قال لي زهني الحقنه دي غاليه جدا فهتجيب على حسابك زهني الحقنه اتمنى 3500، لو انت عايز زهني تليفون صغير اجيبها لك لحد عندك، يا اما تروح بقى تصعد الموضوع ومش عارف ايه وتشتك وتشتك. قلت له مش هشتكي ابني في ايديه يعني ممكن يموت العيل في الاوضه العمليه جوه بعد الشر، فمعيش لازم اساس الدكتور برضك اخد ودي معاه في الكلام. نفس الكلام الدكتور الاولاني نفس الكلام الدكتور الثاني نفس الكلام، لو قلت مثلا يغيروا كلامه نفس الكلام، الحقنه ابنك هياخد 40 حقنه او 33 حقنه حسب وزنه وسنه والحقنه دي مكلفه. يعني عملت مستحيل ان انا اجيب تقرير طب عشان اتكلم بيه رافضين يديني تقرير طب ليه مش عارف. انت ما جربتش مع دكتور تاني يكون معاه كل الاوراق بتاعت ابنك وكل التحاليل وكل التقارير ان هو يكتب لك تقرير يوجه يعني يوجه انك تقدر تجيب الحقن او تقدر تتحرك بيه؟ يعني حاولت مش موجه لجهه حكوميه حاولت. يعني انا كنت بروح حد ثلاث خميس مع ناصر ده عشان ايه؟ عشان اخد تقرير طب عشان ابتدي اتكلم، عشان التقرير الطبي مش عشان علاج او حقن لابنك. لا تقرير طب عشان الجامعات اللي تساعدني اللي هي الكنائس بتاعتي زي ما بيقولوا لي يبقى انا تقرير طب اطلب بيه ماشي كده اتكلم مني لنفسي. عملت كذا محاوله كنت بروح في الاسبوع ثلاث مرات درجه التكاتره الصغيرين انت فكرك يعني لو عملت وسابويت برضك هتتحط تحت كاميرا الانتظار سنتين. طب إيه؟ وما ليه حطوها سنتين؟ ما يمكن الدنيا تمشي اسرع من ده بيعجبوني يا استاذ، وانه في ان هو بالنسبه لابنك عنده اللي ينقل منه يعني ايه بالظبط يعني كده. عندك كل الامكانيات. اول ما دخلت يا استاذه بيعاقبني 13 سنه كنت فين؟ قلت له يا فندم انا معايا تقرير طب من 2004 بيقول ان انتوا من 2004 ابني ده عندكم ليه ملف من 2004. لا خلينا في الوقت الحالي نرجع بالتقرير الطبي اللي معاك ده بتاع 2004. كلمني في الوقت الحالي. قلت له حضرتك ازاي ما انت بتقول لي استنى تاني سنتين وانا دهورت بقى 13 سنه استنى سنتين تاني يبقى حرام. ده طول المده دي حضرتك بتجيب اكياس دم بتنقل له الدم. ايوه ودي حاجه البيت العادي بيقدر عليها. يعني البيت العادي انك تقدر كل شهرين تجيب كيسين دم او ثلاثه او اربعه ده مقدور عليه. انا كنت الاول بنقله في حسابي انا كنت بهرب من حاجه اسمها تامين صحي. الساعه 8 بالليل مديره الحسابات نزلت تحت قالت لي تعالى انا عايزاك ابنك بياخد كيس ونص يعني كيسين الباقي بيترمي في الزباله. الكيس بيكلف 500 جنيه ده الكيس ده كان ب 130 قالت لي لا ما مكلف بيتفلتر وبيتغسل ونمطه على السرير فالكيس بيكلف 500 جنيه ابنك 1000 جنيه. تحدي كان مش جاي هنا تاني ومش هتبع حاجه. لجأت للتامين الصحي. يعني بتدفع 1000 جنيه في المره ودي كانت في كانت الاول طبعا كل وزغير. شهرين وزغير. كانت كل شهرين دلوقتي ولا 2000 ونص عشان يلاقوا دم على حسابي بره. فلجأت للتامين الصحي بقيت اجيب العلاج من عندهم من مستشفى اطفال مصر. والدم باخد جواب طحين من عندهم للهلال الاحمر في رمسيس وانقل له دم هناك يعني لسه بيقول له دم الحد والاثنين ومعاه تقارير طبيه بهذا الكلام ان انا وطبعا بتعمل له تحاليل عشان ما تلاقيش الحديد زاد الحديد ده بحلله لازم تكسره الحديد ده بعمله كل 6 اشهر بقيسه الحديد كل 6 اشهر اما التحليل الشهري اللي هو وظائف كبد وظائف كلى وصوره دم ده اساسي كل شهر لان لو ما عملتش التحليل ديت الدكتوره مش هتديني علاج عايز تعرف وظائف الكبد الطحال تضخم حاجه زي كده الطحال لو تضخم من كتر الحديد بيخش عمليه جراحيه بيشيلوا الطحال بيشيلوا الطحال ونشكر ربنا ما يتعبوش هي بتقول لي بيتر كده ما شاء الله يعني مستقر الطحال عنده متضخم 2 سنتي ما يخوفش دي نسبه معقوله ما تخوفش ما يخوفش لكن الحديد بقى اللي عنده عالي الحديد عنده 3000 المفروض الحديد مثلا في عادي حوالي 200 يا ابني فالدكتور مره لعب في دماغي قال لي على فكره طول ما الحديد عالي عنده ممكن العمليه قلت له لا حضرتك ابني بيتعب 3000 مش كتير ده انا شفت حالات 15000 في حالات
اعتقد في وقت تجهيز العمليه بيتعمل على انه ينزل له نسبه الحديد قبلها هيتحجز لغايه ما نسبه الحديد تنزل يقدر يعمل العمليه هيحاول يقدر هيحاول. دي حاجات بديهيه هم بيعملوها يعني. لازم يخش في تعقيم قبل العمليه تعقيم على الاقل شهر وينزلوا نسبه الحديد شويه بالعلاج بتاعهم حاجه اسمها اسفرار جهاز كده بيتحط تحت الجلد كده في جنبه وانام بالليل انا رفضت اركبه له مؤلم جهاز كده اسمه بيقص الحديد تحت تحت الجلد يعني هو كان المفروض الجهاز ده يبقى راكب يبقى على طول يعني حاجه على طول تحت الجلد 12 ساعه ينام بيه بالليل لحد الصبح فالجهاز ده مؤلم قوي فانا كنت بديله دواء شرب عادي وده بيعمل كان نفس المفعول ولا مش هو الشرب بطيء شويه بس معلش حضرتك الاصفرار انا شفته في حالات ثانيه بيتر كده ابني زي الفل ما هو انا شايفاه النهارده يعني اسمه السليب اللي بياخد اصفرار اللي هو جهاز تحت الجلد دوت اللي علم حالتها وحشه انا كده بيتر نشكر ربنا بركة عظيم لو شفت الاطفال الثانيه الملامح بتاعتهم شكلها فظيع فظيع انا كده بيتر نشكر ربنا يعني حلو قوي بس زرع النخاع ده بقى معش يعني ربنا اراد بزرع النخاع على اخوه الصغير هيديله ومش عارف اخش معهد نصر يا فندم معهد نصر ده انا بدور على حد يدخلني برضك الدنيا صعبة والإجراءات شديدة مش عارف إيه جوه هل هم صرحة ولا في حاجة مش عارف محتاج حد أمين يوجهك حد يكون ليه رجلة معهد نصر يعني بعد ما ابتديت أوصل لمدير معهد نصر الكلام ده من أسبوعين اختلف مع الوزير الجديد شكرا كل حاجة اتهدت دلوقتي يعني المدير ده اتغير كمان اتغير فأنا بقول اللي يقدر يوصلني لوزير الصحة ومدير معهد نصر ان ابني هيكبر هيتدهور فانا ما سالت ايه ان اخوه الصغار متوافر لي بنسبه 100% يعني حضرتك دي الدكتور اللي عمل تحليل الانسجه انبهر لكن بيندع نتيجه ثانويه عامه بيتر هاني هبنوب هاني توافق 100% خلى قلبنا من جوه بيرقص من الفرح فدكتور احمد قال لي 100% ارجع للمستشفى اللي حواليك ليا تعمل لك تجهيز زرع نخاع بعديك من يعتبر من 8 يناير لحد النهارده بحوالف من 8 يناير هو صدقني طالما ربنا تمجد معاك في انه يلاقي تلاقي اخوه بنفس التوافق دوت نشكر ربنا هيكمل معاك المشوار لانه يعني كان ابسط حاجه ما تلاقيهمش نفس التوافق مع هما الاثنين كنت هتعمل ايه؟ ولا حاجه فربنا مد ايده بان هو يخلي اخوه هو زيه مكمل معاه يعني يكمل له العمليه ويقف معاه يعني انا شايفه مامته عماله بتعيط بصراحه وهو ربنا تمجد معاها في حاجات كتير وهيكمل جميله معاك يعني بس هو المشوار صعب والتعامل مع الحاجات الجهات الحكوميه بيبقى تقيل شويه يعني هي دلوقتي اجراءات وفلوس 13 سنه الله يسامحها معلش هو المشوار طويل ومحتاج صبر وفي نتيجه يا استاذ انا طول الدنيا تقريبا بسافر بايطاليا كانت في ناس هتساعدني هتسفروا بره هات طير طبي لا 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 بس هي ممكن يكون لي في اسباب انه ممكن تتعمل هنا يا فندم لا لا معرفش ايه السبب طيب احنا هنخلينا بنبص بنظره تفاؤليه وانه ربنا ادانا الاول توافق مع اخوه وابتدينا في الاجراءات انه ابتدوا ياخدوا منه الشيك بتاعه اللي هو بدايه التامين الصحي والعينه بتاعه الكبد ابتدت لسه ما طلعتش نتيجتها مش كده طلعت وسالت الممرضه استاذه امنيه ايه الاخبار قالت لي لا زي الفل يا ابو بيتر ما تقلقش قلت لها يا فندم شكرا على ذوقك ربنا يكمل معايا الحمد لله يعني ربنا بس يسهل بيت المشوار ان شاء الله خلي عندك ايمان بربنا وبعدين ده عدى سنين طويله وحضرتك ومامته يعني ربنا مديكم ايمان وقوه احتمال صعب قوي يا استاذه صعب صعب هو الدكتور هيخس حاجه من ورقه كده مش شيبه ورقة جرة قلم ربنا قادر ربنا قادر يغير كل اللي احنا بنقوله ده دلوقتي ويسهل لك الصعب الاخر تقول لي انت انا كنت فاكرك هادي يا ابو بيتر دكتوره انت وصلتيني ان انا في حاجة حاسس في حاجة بتتكلم تقول لي اعمل تحليل الوقت انا ابني. هادي ابني انا هادي انا بدور بس على ايه ربنا عمال يتكلم يقول لي في حاجة انا اسف اذا كنت حضرتك زعقت معاكي كمل اول يا دكتوره تديني ورقة اروح اعملها الاجراءات دي دلوقتي شفتي ترحب بيا ما كمل اول معلش هو ربنا سامح 13 سنه سامح بالتجربه بوقت طويل 13 سنه ربنا يكمل جميله معاك وانا عندي ايمان بقى ويقين جدا انه باذن ربنا نجي لك وهو عامل العمليه ان شاء الله ويبقى هو زي الفل وتطمن برضو على اخوه يبقى زي الفل ان شاء الله ربنا يطمنكم عليه ونشوفه بخير يا رب ويقومه لكم بالسلامه يا رب كتر خيركم شكرا على تعبكم وحبتكم
شكرا يعني ربنا بصراحه يكمل. يعني ما تاخرتوش عني بالامانه وربنا يكمل بالامانه يعني الله. يعني مجرد ما رفعت التليفون والناس ابتدت تتحرك معايا استجبت بصراحه بالامانه يعني ربنا يكمل معاكم ان شاء الله. صدقني عندي ايمان ومامته كانت قبل التسجيل بتحكي لي عن معجزات وقديسين بيقفوا معاها كتير وهم برضو هيكملوا معاكم المشوار ربنا ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. ربنا يطمنكم عليه وان شاء الله نيجي نقول له الحمد لله على السلام إن شاء الله. باذن ربنا قريب ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ ان شاء الله. عشت يا مولاي حينا بينهم تنزع البغضاء منهم والخصام. كنت يا قدوس قلبا مشفقا فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر والمحتاجين للشفاء شفاهم والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم. ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟